اسمع جميل ايش قال. اسمع انت لحظه ادراك ابونا. بالله اسمع تسلم انت قطعت قلوبنا بالعرب وبالفن العدني. اسمع جميل ايش قال. عليك يا صبري سلام ايوب يوم الصابرين. سلام في منعزل بين التسامح والتوجد والهموم. الريشه اللي ساوقتها الريح للضلع المتين يردني عن نفخها حرم المبادئ والسلوم. يروجون القولة ان المقدره حسب السنين والمقدره بالمعرفه والعقل وخيار العلوم. فالدين سن بسن عقبه عين تلحقها بعين حفظ الحق الادمي ولا عزاء من يلوم. انا وصلت المنتهى يبول الصفحة تبين محاولاتي بانتهاج الصبر لكن ما تدوم. ما كنت صابر بس حتى كنت أقرب للسجين اللي يرد دعاه طوب ومطلبه حق مهضوم. إن كان صغر السن عذر الغير ما عده سمين ما دام لي من أنت ضد البطش وتسد اللزوم. قسمي بحوزه يا عرب والراس صلب ما يلين وإن كان هاب العزم عزمي ياخذ خيار القسوم. ونعم هذه جديد. الله يسعدك وصح الله لسانك يا ابو نايف. ونقول الف مبروك.